اهلا بحضراتكم من جديد، ومعانا نجم من نجوم الجيل الذهبي. انا بعتبر دايما جيل الثمانينات هو الجيل الذهبي، هو الجيل صاحب الفضل الكبير في حصول النادي الاهلي على لقب نادي القرن عن جداره واستحقاق. جيل قدر في 6 نهائيات متتاليه يوصل لبطولات افريقيه سواء ابطال الكؤوس او ابطال الدوري، حقق بطولتين ابطال دوري 82 و87، فقد بطوله امام كوتوكو 83، وحقق 3 بطولات متتاليه في ابطال الكؤوس. اكيد في اسرار كتيره جدا هنتناولها مع نجم النهارده الكابتن محمد حشيش، واكيد هنتكلم عن مباراه القمه. بس نرحب بيك الاول، اهلا بحضرتك كابتن. اهلا ابو حميد، اهلا بيك يا كابتن، منورنا ورمضان كريم. الله اكبر. قول لي بقى اجواء رمضان مع حضرتك ايه، وخاصه ان اجواء رمضان دي فيها قمه وقمه جميله. يعني طول عمره رمضان شهر كريم، شهر محبة، ذكرياتنا فيه كثيرة من الصغر، والذكريات ما بتنتهيش والأحداث ما بتنتهيش في شهر رمضان. يكفي أن الأسر بتتلم في رمضان، يمكن الترابط الأسري ما بقاش زي الأول زي زمان، إنما إلى حد ما رمضان بيجمع الناس تاني وبيلم الأسر تاني. ويعني أعتقد أن فيش حد فينا مثلا دلوقتي في بيته بيقعد ياكل زي زمان كل الاسره مع بعضها. افهم من كده ان حضرتك اتفرجت على الماتش مع الاسره ولا مع طبعا انا ماتشات اهلي وزمالك يعني لازم في البيت ومع الاسره او لوحدي يعني عشان ببقى منفعل شويه يعني. طب اجواء بقى قبل المباراه دي في ظل الغيابات، وكان شعور حضرتك ايه قبل المباراه واثناء المباراه وبعد ما تحقق فوز انا بعتبره فوز تاريخي يعني في ظل الغيابات دي؟ بص يا ابو حميد انا هحكي لك، انا كنت قبل الماتش يمكن بيوم او يومين في لقاء كده مع ناس يعني زملكاويه وكانوا بياخدوا راي يعني سهره رمضانيه كده. فطبعا كانت المؤشرات كلها، انا اتكلمت وقلت المؤشرات كلها متجهه للناحيه في ظل الغيابات. طبعا في ظل الغيابات والدوافع كمان، يعني المفروض الطبيعي ان نادي الزمالك يكون الدوافع بتاعته اكتر بالزبط من النادي الاهلي. اول حاجه عشان يصالح جماهيره بعد الخروج من دوري المجموعات في بطولة إفريقيا. أول مباراة أهلي وزمالك بعد القضية لقاء القمة في طبعا البطولة الإفريقية اللي فاتت، فضلوا يعني البطولة الأساسية اللي هي بطولة الدوري ومعها طبعا بطولة الكاس، بس بطولة الدوري هي طبعا البطولة الأكبر والأساس يعني. فكان مهم جدا إن هو يعني يكسب المباراة دي عشان يعيد الثقة لجماهيره ويخش طبعا في البطولة بقوة، لأن طبعا هو كان متصدر قبل ال3 مؤجلات بتاعة النادي الأهلي. المباراة دي طبعا زي ما أنتم عارفين إنها ب6 بونت ومش ب3. صحيح، يعني أنت مع المنافس. فكان هيفرق يعني في ماتشات دايما بتبقى محطات كده في البطولات، ده منهم، الماتش ده منهم لاستعادة ثقة واستعادة حاجات كتيرة، خصوصا طبعا دي المشاكل الإدارية اللي موجودة في نادي الزمالك اللي كلنا عارفينها من تجديدات ومن حاجات وفلوسه. فكان مهم جدا بالنسبة لهم، فالمفروض إن اللعيبة عارفة الكلام ده كله، والأجهزة الفنية اللي عندهم أو الجهاز الفني طبعا لازم يكون قايل لهم على الكلام ده كله. بالإضافة كمان إن نادي الزمالك عنده ثبات في التشكيل خلال الفترة اللي فاتت، مأدي بشكل كويس في الماتشين الاخرانيين بتوع افريقيا، مكتمل الصفوف، ما عندوش اي غيابات. في المقابل النادي الاهلي داخل المباراه دي وهو الفريق الاساسي كله مش موجود، غيابات مؤثره جدا جدا، حاله طبعا من الاجهاد، في بعض التشتيت لانه لسه في بطولتين، لسه استمراره في بطوله افريقيا اللي هو باذن الله طبعا يعني هدفه الاساسي طبعًا فيها طبعًا ان هو ان شاء الله يحقق ال10 السنه دي. كذلك برضو ان هو النادي الاهلي بيلعب الزمالك وهو ناقص والزمالك مكتمل الصفوف، وغياب الشناوي في وقت قصير يعني الشناوي عمود بالاعمده الرئيسيه اللي بيمثل نسبه كبيره من اداء النادي الاهلي وثقه النادي يعني الاهلي. علي ما لحقش حتى يتعدي كويس المباراه بالظبط، يعني الجون اللي انت بتعتمد عليه او يمثل 50% من قوتك الدفاعيه ما لعبش، ما استعدش بشكل. وبعدين جميل. انت يعني عندك اماكن معينه فيها الاساسي وفيها الاحتياطي مش موجودين بالظبط، فانت بتجيب لعيبه من حته تانية تحطها، كل الكلام ده يحط الكفه او يتقل كفه نادي الزمالك. الحقيقه فوجئنا في المباراه. طب انت كان رايك ايه يعني؟ احمد بيقول لك انت توقعت ايه؟ انا رايي
ونزلت بوست بعد المباراه قلت الاهلي ما انحدر، المقوله بتاعتنا ده حقيقي. لان على مدار الاجيال كلها حصل للنادي الاهلي ظروف كثيره، والظروف الصعبه دايما بتبين معدن لعيبه الاهلي. ده فعلا ده الكلام ده حقيقي. احنا يعني في بعض الناس يقول لك يعني انت بتتكلم بس اي كلام، او انتوا دايما تقول المقوله دي، لا ده النادي الاهلي بيثبتها كل يوم. يمكن الكلمه دي ايه الكلمه دي احمد بتزعج البعض. الاهلي بيحضر لا ده البعض بيقلل والاهلي فوق الجميع. الكلمتين دي بتزعج كتير. ومبادئ كلمه مبادئ ان البعض بدا يقلل من قيمه النقص في الصفوف عند النادي الاهلي، برغم ان دول ست لعيبه اساسيه لعبوا في مباراه القاضيه على حد تعبير حضرتك. المنافس لما بيتصاب عنده واحد او اثنين بيقعد قبلها باسبوعين ثلاثه بشهر ياهل الناس عنده ان غيابات ونقصه، انما النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده خالص. ودي شفنا اكبر دليل على المكسب. المكسب ما جاش كده بالصدفه، المكسب كمان الحلو فيه انه اداء صحيح وثقه. ما تحسش ان اللعيبه دي غايبه، لعيبه بتكلم عن النادي الاهلي بقى لعيبه النادي الاهلي شخصيه الفريق كمان. ما تقولش الكلام ده خالص. احنا يعني مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي مينا ماهر في فرع النادي الاهلي بالجزيره عشان يلينا الاجواء وتمرين الكوره والاخبار عنده. اتفضل يا مينا. تحياتي ليك يا كابتن هيثم، وتحياتي ليك يا زميلي احمد، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم. بالفعل انتهى تدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي من ملعب مختار تيتش استعدادا لمباراه امام خصم عنيد وقوي جدا فريق سموحه. طبعا المباراه ضمن مؤجلات الاسبوع ال11 ضمن فعاليات الدوري المصري، بكره ان شاء الله تقام على استاد الاهلي والسلام الساعه 9:30. يعني انا شايف ارتياح وتفاؤل كبير جدا في صفوف فريق الكره بالنادي الاهلي، وارتياح يعني في صفوف الجهاز الفني والاداري وكل اللاعبين بعد الفوز بديربي القمه امام فريق نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. الحقيقه يعني كنا بنقول ان في غيابات كتير في صفوف النادي الاهلي ومباراه هتكون صعبه، ولكن الاهلي بمن حضر قدر يفوز على الغريم التقليدي النادي الاهلي ويعزز من موقفه في ان شاء الله طريقه لصداره الجدول. النهارده حضر تدريب كابتن محمود الخطيب، وده الامر المعتاد اللي بنشوفه من كابتن محمود، انه دايما بيؤازر الفريق ودايما بيتابع الفريق ويتكلم مع اللاعبين والجهاز الفني. كان في حديث مطول مع كابتن سعد الحفيظ ومستر بيتسو وسيماني قبل المران. دايما بيحب كابتن محمود الخطيب انه يحضر التمرين، ودايما بيشجع اللاعبين على اهميه المباريات في الفتره القادمه. ايضا يعني بدا التدريب بجلسه فنيه مع مستر بيتسو وسيماني مع اللاعبين، وبيتكلم معاهم في الايجابيات والسلبيات خصوصا الفتره اللي فاتت. في كمان المباريات اللي فاتت كان بدايه اول ما نزلوا الملعب كان في بورد او لوحه بيشرح عليها تكتيك عايز يجربه، كان بيشرح عليها استراتيجيات لعب جديد عايز يجربها مع جميع اللاعبين، وده بالفعل حققه. اول ما اللاعبين نزلوا ارض الملعب كان في فقره بدنيه في البدايه، فقره طويله بدنيه، وبعد كده كان بينفذ جميع الجمل التكتيكيه اللي تم يعني الكلام فيها مع اللاعبين. وكان في تقسيمه كمان تعتبر شبه نهائيه ل التشكيل الاساسي لمباراه غدا. لو عايز اتكلم عن مباراه الاهلي، يدخل المباراه في المركز الثاني برصيد 30 نقطه من اصل 12 مباراه، وليه 3 مباريات مؤجلين. سموحة في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من أصل 17 مباراة. حقيقة النادي الأهلي الفترة الجاية عنده زحمة من المباريات، عنده مباريات بشكل تقريبا كل 3 أيام مباراة، ده كمان عشان المباريات اللي كانت مؤجلة، وأيضا في مشوار الدوري هيكون بعد مباراة سموحة عندنا مباراة إنبي يوم السبت 24 إبريل، ويوم الثلاث 27 إبريل مباراة أمام المصري، ويوم الجمعة 30 إبريل أمام فريق الجونة. لو عايز اتكلم معاكم عن الغيابات واللاعبين اللي موجودين متواجدين بعد الاصابات، يعني الشناوي شارك امبارح بشكل اساسي وقوي جدا في التمرين لاول مره بعد عودته من اصابه فيروس كورونا، والنهارده كمان كان متواجد بصراحه بيأدي باداء اكثر واقوى من المتوقع. الشناوي واحد من اللعيبه الرجاله اللي دايما بنشوفهم متالقين في اي وقت وتحت اي ظرف. كمان محمود متولي جاهز للمشاركه في المباريات القادمه بعد العوده من الرباط الصليبي. كمان عندنا محمد محمود هيكون متواجد ان شاء الله في اول شهر مايو او في خلال 15 يوم، طبعا ده بناء على التقارير الطبيه. كريم نيدفيد ان شاء الله كمان اسبوع هيبقى متواجد مع الفريق بشكل اساسي. محمد هاني بدا تدريبات تاهيليه، ويعني في خلال اسبوعين هيكون متعافي من الاصابه ومتواجد مع الفريق بشكل اساسي.
علي معلول بدأ الجري حول الملعب يعني امبارح ودلوقتي شغال في التدريبات التأهيلية، ده طبعا ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي. ياسر ابراهيم بدأ مشاركة امبارح في التدريبات وجرح حوالين الملعب، وان شاء الله في خلال اسبوع، حتى كنت بتكلم مع ياسر قبل التمرين تبقى له جاهز ان شاء الله في خلال الأدية تكون راجع، عليه في خلال اسبوع ان شاء الله يكون جاهز للمشاركه مع الفريق. مينا بعد جونيور اجايه طبعا عارفين من خلال في خلال مينا اللعيبه بقى بعد القمه دايما بيكون في اجواء احتفاليه وكده، طبعا عندنا مباريات بشكل مستمر، هل انت لنا شعور اللاعبين حاليا ومدى استعدادهم بشكل كافي لمباراه غدا ان شاء الله امام سموحه، خاصه ان المباراه صعبه جدا والغيابات زي ما انت ذكرت دلوقتي كتيره جدا؟ الحقيقه لو عايز اقول لك اللاعبين كانوا بيتكلموا عن مباراه القمه، لا الموضوع من امبارح من ساعه التمرين امبارح مستر بيتسو موسيماني قعد واتكلم خلاص مباراه القمه، خدنا ثلاث نقاط مهمين، طبعا مباراه مصريه بيستناها كل الشعب المصري وكمان قطبين الاهلي والزمالك، ولكن خلاص احنا فزنا في المباراه، نبدا بقى نركز في اللي جاي، عندنا زي ما قلنا زحمه من المباريات، عندنا يعني اكتر من لاعب تقريبا، كابتن سامح حفيظ كان بيقول عندنا فرقه كامله بره غايبه عن النادي الاهلي الفتره القادمه، فما فيش وقت حتى تهاون او استهتار بنقطه واحده، الاهلي بمن حضر زي ما حضراتكم كنتوا بتقولوا، زي ما كل الاهلاويه كانوا بيتكلموا، كل اللعيبه مركزين الفتره الجايه، عندنا بكره سموحه، عندنا ام بي، عندنا المصري بعد كده، مركزين ماتش بماتش ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يرجع لمكانه الطبيعي بعد المؤجلات ويرجع متصدر الدوري جدول الدوري العام ويقدر ان شاء الله يحسم بطوله الدوري. دي كانت كل الاخبار والكواليس المتعلقه بفريق الكوره بالنادي الاهلي، لو في اي استفسارات او اسئله انا معاكم، رمضان كريم وعود ليكم مره اخرى في الاستوديو. الله اكرم وشكرا يا مينا، كفيت ووفيت ونقلت لنا كل الاجواء ووصلتها لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، فبنشكرك جزيلا. اعتقد عندنا مباراه مهمه جدا بكره طبعا. كابتن وكالعاده النادي الاهلي خلاص الفوز بيعدي اليوم، فبنفكر في اللي جاي وعندنا ضغوط مباريات كبيره جدا واصابات كتيره جدا، فشايف مباراه بكره سموحه ازاي برضه؟ قبل ما نتكلم على مباراه بكره لازم في كم نقطه بس اكلمها على مباراه القمه عشان ما تعديش، احنا هنرجع، احنا لا احنا قاعدين في القمه اصل هي يعني مهمه جدا، لان انا شايف طبعا يعني انا ببارك اللعيبه كلها، اللعيبه كلها كانت يعني على قد المسؤوليه، الجهاز الفني لعب بطريقه من البدايه على اعلى مستوى، شفنا النادي الاهلي من اول ثانيه راكب المباراه، استحواذ نقلات بتوصل ل 30 و35 باص في معنا الهدفين طبعا، كل اللعيبه كانت متفوقه على نفسها، الروح التركيز العزيمه طبعا من اول دقيقه يعني معلش يا كابتن انا عايز اقول حاجه، انت ممكن اللعيبه تدي حضرتك احساس ان انا نازل ادافع يا رب طبعا، يعني اللي عند الناس مش عند اللعيبه طبعا طبعا، اللي عند الراي العام قبل الماتش ما كانش اللعيبه نازله عارفه انها تكسب من اول من البدايه في ثقه، انت عشان موضوع الاستحواذ ده مش سهل ان لعيبه تبقى مهزوزه تقدر تعمل استحواذ في الملعب، لازم يبقى عندها ثقه كبيره في نفسها وقدرات انك تقدر تنقل، وبالذات كمان في نص الملعب النقل، يمكن ورا ممكن يكون الزمالك بيلعب متراجع بيلعب نص ملعب فالنقل سهل ورا، انما انك توصل بعد نص الملعب وتبتدي تعمل استحواذ وتنقل وتدور الكره من اليمين والشمال لغايه ما تلاقي ثغرات ومن اول دقيقه هدفك المرمى، دي الموضوع ده ما كانش سهل، وبصراحه يعني انا وزي جميع الاهلاويه اتفاجئنا بالثقه الكبيره بتاعت اللعيبه، ما حسيناش فعلا ان في نقص عددي، ما حسيناش ان في غيابات، كل واحد مالي مركزه. اللي عايز اتكلمه بقى في النقطه دي، ودي النقطه مهمه اعتقد ما حدش اتكلم فيها، كل الاتجاهات راح على موسيماني وبتشيد بموسيماني، انا كمان يا جماعه بأشيد بمدرب حراس المرمى بتاع النادي الاهلي، صحيح يا كابتن صحيح، يعني الراجل ده اولا علي لطفي بقى له قد ايه ما لعبش، لعب الموسم ده ثلاث ماتشات وده الرابع، من كام من قد ايه هو كابتن اصلا قبل المباراه الموسم كله المركز كمان الخط، ما هو في لعيبه ما لعبتش بس رجلها في الملعب، انما مركز حراسه المرمى ده لازم يكون رجلك في الملعب، ده حقيقي، انت فاهم ازاي؟ وتنزل على ايه؟ على وتنزل اهلي وزمالك وتنزل كمان غيابات، ده غيابات كمان، اول حاجه بتهم حارس المرمى ان الخط اللي يكون قدامه ده يكون في انسجام ضربه الجزاء معانا، انما انت بتتكلم على الطرفين غايبين الاساسيين بالظبط، دي نقطه مهمه انت جدا انت فاهم ازاي؟ حتى القلب يعني رامي لسه برضو داخل،
كان بيلعب بنون وكان بيلعب ياسر بقالهم فتره. في نقطه كمان يا كابتن، ان بدر بنون ما لعبش على عدلته اللي بيلعب عليها لما كان موجود ايمن اشرف، بالظبط كده، يغير عدلته عشان رامي ربيعه ثنائيه مختلفه معاه. فانت بتتكلم على الكلام ده وبتلاقي حارس مرمى احساس ان هو اللي كان بيلعب على طول. صحيح، ده حقيقي، ثقته في الكور العاليه وفي الانفرادات وضربه الجزاء والكره الاخيره اللي جابها صعبه جدا جدا في وسط الزحمه. فلازم نشيد بمدرب الحراس اللي هو جهز الراجل ده نفسيا قبل ما يجهزه بدنيا. ده حقيقي. وكان التجهيز النفسي ده اهم من الفنيات، لان الفنيات هو بياخدها خلال فترات التدريب، انما التاهيل النفسي في ماتش زي ده اهم شيء، يعني حاجه، لان برضو الناس يعني جمهور الاهلي بالتحديد ما بيديش مبررات. صحيح. لا قدر الله حصل اي حاجه، مش هو اصله ما كانش بيلعب، فالحقيقه كان متفوق على نفسه، وده بيدل ان علي لطفي مركز كويس قوي في التدريب خلال الفتره اللي فاتت. بحيي كمان مجلس اداره النادي الاهلي انه ابقى على مدرب الحراس اللي كان من ضمن جهاز فايلر. هو كمان على فكره كان رغبته، بس استاذن حضرتك نطلع لفاصل. طبعا اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع ونكمل كلامنا عن لقاء القمه وكل الظروف المحيطه حواليه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالشيف الكبير محمد خطاب واللي انضم لنا في الاستوديو. اهلا بيك يا شيف محمد. الله يخليك. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، رمضان كريم. وانت طيب، صلاه وسلام. نرجع الفترة اللي مستنيينها من بعد طبعا طبعا يعني هنستمتع طبعا ب يعني ابتعاد بعد المغرب. ها لا والله موجود. كابتن محمد حشوش لسه بيسال، ده ديكور ولا لا؟ امريكاني يعني؟ لا يا باشا، فعلا فعلا يعني الكلام. لا يا كابتن، لا في افطار ان شاء الله سحور. تمام، 10 على 10. تمام، اتفضل. نرجع طبعا للكابتن الكبير، كابتن محمد حشيش، نجم النادي الاهلي وطبعا نجم جيل الذهبي في نادي الاهلي جيل الثمانينات. كنا بنتكلم على لقاء القمه وتاثيره على ماتش بكره. مدرب حراس المرمى. وقفنا على عند مدرب حراس المرمى. زي ما بقول لك، طبعا يعني نجاح كبير جدا لمدرب الحراس انه يقدر يجهز لعيب او حارس مره بالتحديد بقى له فتره كبيره ما لعبش. ومركز حراسة المرمى من المراكز اللي لازم يكون رجله في الملعب دايما، عشان بيلعب تحت ثلاث خشبات والتحركات فلما ينزل وينزل قدام المنافس التقليدي في مباراة قمة ويبقى بالشكل ده وبالثقة دي وبالثبات ده، فده حاجة يعني زي ما بقول لك، حاجة تحسب لمدرب الحراس، وحاجة فعلا تحسب برضو لمجلس إدارة النادي الأهلي إنه أبقى على مدرب الحراس بعد ما كان من ضمن طبعا الجهاز بتاع. بس على فكره دي كان رغبته كمان، هو رغبته يعني. والاهلي حقق له الرغبه، ممكن يكون رغبته بس عايز يغير نادي. بتشوف ازاي يعني دايما في كل الانديه في العالم بيكون دايما رقم واحد في مكانه بعيده قوي عن رقم اتنين. تمام. بتشوف ازاي ان انت بيكون غايب عندك 6 لعيبه اساسيين وتلاقي ان اللي بينزل مفيش فارق كبير بين رقم واحد ورقم اتنين في سكواد النادي الاهلي؟ اعتقد 6 لعيبه في مباراه ديربي ده موضوع صعب جدا. ببساطه شديده هو ده سر الخلطه في النادي الاهلي. النادي الاهلي لعبته تجهيزها النفسي وحبها وانتمائها للنادي الاهلي وحبها للجماهير الكبيره دي اللي دايما عايزين يسعدوا جماهيرهم. من المنطلق ده انت بتبقى نازل حاطط في دماغك مكسب. صحيح. انت باي ظروف وشفنا يا جماعه تجارب كتير قبل كده لما النادي الاهلي لعب الناشئين قدام زمالك فول تيم، لعيبه كبار في الزمالك وكسب، ودول بقى مش مثلا يعني فريق كبير وفي اصابات وما لعبوش، دول لعيبه صغيره خالص. عشان حضرتك كنت شاهد على العصر. طبعا طبعا. فالنادي الاهلي طول عمره زي ما بقول لك معدن النادي الاهلي، قوه النادي الاهلي في انتماء لعيبته للفانيلا الحمراء. اللعيبه انت نازله، انا بصراحه كنت مستغرب يا جماعه، انا ما كنتش كابتن في الوقت ده. خلينا نكون واضحين كده، بدا يتجه لفكره الاحتراف وان الماده هي الاساس. تمام. دلوقتي ودايما احنا عندنا في النادي الاهلي بنتكلم عن فكره الانتماء، شايف ده ممكن يكمل ان شاء الله في مع لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه دي برغم الاغراءات الماليه اللي بتحصل في السوق دلوقتي؟ بص، هي هترجع برضو لشخصيه اللعيب. ثلاث ارباع لعيبه النادي الاهلي وخصوصا اللي هم اولاد النادي الاهلي عمرهم ما يفرطوا في النادي الاهلي بسهوله. يعني اللعيبه
خلينا ناكد ان النسبه 75% عشان البعض ما ياخدش يقول ما في بعض الناس غلطت. فاحنا بص انا عايز اقول لك حاجه، هو النادي الاهلي كمان قادر على انه حتى اللعيب اللي ما بيبقاش ابن النادي الاهلي غريبة وبيجي بيندمج. لا ده المحترفين كمان يا كابتن طبعا، يعني علي معلول شفناه جاي، يعني المحترفين نفسهم انتمائهم بيزيد مع الوقت النادي الاهلي. ما بيجيش هذا من فراغ، هو دخل النادي وشايف استقرار في كل حاجه، استقرار اداري واستقرار فني وامكانيات كويسه، النادي الاهلي بيوفر للاعيبته كل حاجه هم عايزينها، لايحه على اعلى مستوى. سيبك من ده كله بقى، الجمهور العاشق للنادي الاهلي ده سواء داخل مصر او خارج مصر، فكل الكلام ده مش سهل ان لعيب، لان اي لعيب ده انا لعبت في تونس وكان لي في الملعب التونسي وكان لي تجربه هناك. النادي الاهلي قصه تانية خالص، النادي الاهلي حاجه تانية خالص. يمكن ده بيخلي في الاخر ان الفاليو نفسها او القيمه مش فلوس طبعا، يبقى انا ممكن اقبل بعقد انا شايف جاي لي اغراءات اكتر منه تمام. ولكن انا ممكن اتنازل ده عشان الكلام اللي حضرتك بتقوله. انا عايز اقول لك يمكن هحكي تجربه يمكن كنا لسه بنتكلم فيها، تجربه عننا شخصيا. صحيح وقتها كان مفيش احتراف وكانت هوايه، بس كان الموقف صعب اعتقد ان مش اي حد ممكن يعمله. يعني بعد ما تلعب درجه اولى، انا كنت في اشبال النادي الاهلي من وانا عندي 12 سنه، لعبت طبعا منتخب مصر ومنتخب الناشئين واحرزت البطوله افريقيا، اول بطوله افريقيه لمنتخب شباب في تاريخ مصر، كنا الجيل بتاعنا. بموجب البطوله دي رحنا كاس عالم للناشئين في استراليا، اول منتخب يروح حققنا نتائج كبيره. رجعت على طول لعبت درجه اولى. اما تلعب موسم كامل في النادي الاهلي والموسم اللي بعديه ما كلكش حظ انك تتأيد، ومدير الكوره كان ايامها الله يمسيه بالخير الكابتن حسن حمدي عرض على بعض اللعيبه من ضمنهم انا، ان يا جماعه انتوا مش هتتأيدوا معانا الموسم ده، وممكن تتأيدوا ان شاء الله باذن الله الموسم اللي بعده، عشان كم كبير من اللعيبه اللي كان موجود ومقيدين طبعا بعدد معين بالظبط. طبعا يعني هتتمرنوا مع الفريق وتلعبوا الماتشات الوديه وكده على اساس ان انتوا ان شاء الله السنه الجايه كل اللعيبه بلا استثناء، وده تاريخ مذكور انا ما بألفوش يعني، كل اللعيبه بلا استثناء رفضت وراحت مشيت سابت النادي، اللي راح المصري واللي راح الزمالك واللي راح كذا. انا الوحيد اللي قعدت في النادي موسم كامل على امل ان انت السنه الجايه، على امل ان انا اتأيد. تخيل انت لما تقعد موسم كامل وكنت بتلعب، يعني انا مش مثلا يعني طلعت في الاشبال، انت تحصل على عروض احتراف، الزمالك عرض، المصري عرض، الاسماعيلي عرض، الدنيا كلها عرضت، وكان بالنسبه لها ارقام كويسه لانك خارج من النادي الاهلي. بس دي قصه انتماء كانت لازم تسمعها طبعا. يعني انا بس عايز اكملها، يعني صعبه جدا على اللعيب اللي يكون بيلعب ويقعد موسم كامل بيتمرن ويروح بالظبط، انت فاهم ازاي، وتلعب في الماتش الودي وانت حاسس انت مالكش دور. وانا يعني كنت لعيب اساسي وبلعب في افريقيا وخدت البطوله افريقيا مع النادي الاهلي، اول بطوله مع النادي الاهلي، ولعبت في الدوري، تيجي تقعد سنه كامله، انما قعدت السنه اللي بعدها خلاص انا هتأيد. ما كانش فيه نصيب ان انا اتأيد، فقلت خلاص انا يعني اضطريت ان انا امشي. رحت نادي الاسماعيلي ب 8000 جنيه وكان ايامها مبلغ، يعني احنا عايزين نوضح دي للجماهير، كان ايامها مبلغ. رحت امامه كان رايح بصفقه كبيره جدا، نجم البلاستيك للزمالك صحيح ب 10000 جنيه، وده كان اعلى سعر، ف 8000 جنيه للعيب سنه كامله خارج الملعب. 8000 جنيه برضه يعني مش الرقم اللي لو عملناه يعني مقارنه بالارقام الموجوده، هو برضه مش لا حلو. بس هو كل سعر وقته، يعني هو سعر وقته كان رقم كبير جدا، هي نسبه وتناسب. انت فاهم انا قصدي ايه يا كابتن؟ يعني طبعا دلوقتي عقد اللاعب يقدر يجيب له شقه وعربيه، هو لان وقتها كان الموضوع برضه هوايه في الاول وفي الاخر، ما كانش فيه دخل الانديه لما اخترت برضه ان انا العب ما روحتش النادي المنافس، انا رحت نادي الاسماعيلي، لان نادي الاسماعيلي من اقوى واحلى الانديه في مصر اللي بتلعب كوره ولها جمهور جميل، يعني اي حد يتشرف ان هو ينتمي للاسماعيلي. يعني رحت قعدت 3 شهور لعبت الدوره الصيفيه معاهم اللي كانت في اسكندريه، ومع بدايه اول ماتش في الدوري كان اسماعيلي وزمالك في الاسماعيليه. طبعا يعني مش عايز اقول لك الاسماعيليه كانت عامله ازاي. النادي الاهلي كلمني تاني، كان حصل ظروف في الفريق لاصابه كابتن الفرقه وقتها، وعايزينك. طبعا ده انا هلعب بكره، يعني هلعب بكره ماتش والناس وقصه، لو لعبت الماتش ده هتضطر تكمل. ده انا لو اتحطيت في السكور حتى بس ما لعبتش، لازم استنى موسم كامل عشان الناس برضه تبقى عارفه، لازم استنى موسم كامل عشان تقدر تتنقل لنادي تاني. ما كانش في يناير ولا في انتقالات ولا كلام من ده خالص. فلقيت نفسي بتجه على طول على النادي الاهلي، سبت
المعسكر بالليل وروحت على القاهرة وحصل ظروف معينة كده. الأسبوع اللي بعده كنت بلعب مع النادي الأهلي، كنت بلعب الأهلي والاتحاد في استاد القاهرة. فكرت بقى إن أنا قعدت سنة ما بلعبش ولا سابوني سنة ولا كذا ولا لا. واللي بعدها كمان عايز أقول لك حاجة، 8000 النادي الأهلي ما دفعهاش، أنا دفعتها من جيبي تاني. ده حقيقي فعلا؟ طبعا ده حقيقي. عشان تقدر، انا بتكلم على الهوا والناس في النادي الاهلي والمسؤولين سامعيني، مش هقدر اكدب. ما سالتش ان اتقال لك امشي، لا تعالى، لا حب النادي الاهلي حاجه ثانيه. بالعكس انت ما فكرتش في كل ده. حب النادي الاهلي حاجه ثانيه، انتمائك للنادي الاهلي، وجودك، احنا عايشين لغايه دلوقتي على حس النادي الاهلي. انا ما تقليش انت مع كابتن محمد حشيش لعيب المقاولين العرب 5 مواسم، خدت مع المقاولين العرب كاس مصر، لعبت في الرهين القطري، لعبت في الملعب التونسي ووصلت لكاس تونس. كل اللي بيكلم كابتن محمد حيش لاعب النادي الاهلي يظل الانتماء يا كابتن له قيمته. هو بالتاكيد جماهير النادي الاهلي بتقدر الانتماء، وصدقني الانتماء ده ما يتقدرش بفلوس. بالتأكيد. صدقني ما تقدرش بفلوس، لان الانسان برضو لازم، لان النادي الاهلي كمان بيكبر ولاده في كل حته، بيكبرهم. وجودك في النادي الاهلي حتى لو انت مش لعيب بس بتنتمي للنادي الاهلي، فانت طول عمرك كبير. التاريخ سيظل محفور في ذهن كل اهلاوي الحقيقه، والتاريخ يفخر به كل جمهور النادي الاهلي. ارجع طبعا لضيفي كابتن محمد حشيش. يمكن كابتن كان ليك تجربه في محطاتك الكتير الحقيقه مع الملعب التونسي. محتاجين نعرف يعني ذكرياتك عن هذه التجربه. هو طبعا انا لعبت فتره 5 مواسم في المقاولين العرب، وخدت مع المقاولين العرب كاس مصر سنه 90، اهلنا ان احنا نمثل مصر في البطوله العربيه الانديه ابطال الكؤوس. كان النادي الملعب التونسي بيلعب في المجموعة الثانية واحنا في البطولة. انا الحمد لله لعبت البطولة كلها ولعبنا النهائي. جالي العقد من هناك ان انا اروح تونس. طبعا كنت قبل كده رحت تونس من خلال المباراة الافريقية مع النادي الاهلي، فقلت اخد التجربة. تجربة كانت جديدة ومحدش يعني كان حتى في يعني بين دايما المنتخبات والماتشات اللي ما بين الفرق المصرية والتونسية في شد وجذب كده، بس انا قلت اخد التجربة الحقيقة. رحت قعدت هناك موسمين كانوا من احسن المواسم في حياتي. شعب جميل، كوره كمان متقدمه، الدوري هناك عندهم دوري صعب ومش سهل. الحمد لله قدرت اوصل مع الملعب التونسي. هو الملعب التونسي من اقدم الفرق هناك، نادي في العاصمه، صاحب بطولات قديمه، بس غايب عن بطولات الفتره اللي انا كنت فيها. الحمد لله قدرت اوصل معاهم مع الافريقي. وكنت دايما والله قاسم مشترك كان دايما يعملوا نجوم الاسبوع كده في كل اسبوع من الماتشات، وكنت انا اطلع انا ومغاريا لاعب منتخب طبعا الجزائر الكبير كان بيلعب في وقتها في الترجي. تجربه كانت الحقيقه جميله جدا، ولسه لغايه النهارده على علاقه طبعا بالجماعه في تونس. وش حضرتك حلوه يا كابتن. وعندنا خبر مهم جدا لجماهير النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي على سبورتنج. مبروك يا كابتن هيثم، حاجه وش حلو عليك برضه. مبروك يا كابتن. انا عايز اقول لك 77-74 نتيجه يا كابتن. خلي بالك الماتش ده انا حقيقة قاعد هنا كده 2-1 وانت قلبك هناك. قلبك هناك. ليه بقى؟ اقول لحضرتك لان احنا للاسف لم نوفق في اول ماتش هنا على ملعبنا. الحسم كده في ملعبنا بالظبط. لا لا الا اذا فزنا الماتش الجاي. لسه في ماتش تاني بكره ان شاء الله، اذا فزنا فيه يبقى خلاص حسمنا التاهل لدور الاربعه او دور قبل النهائي. عايز اقول لك حاجه، معلومه والله مش بشكر في نفسي، انا دايما وشي حلو على النادي الاهلي لما باجي قبل الماتشات حساسه او ماتشات افريقيه. بتلاقي استاذنك يا كابتن حساسه. انا بقول لك استعين بيك يا كابتن. انا قلت المعلومه هستاذنك يا كابتن، استعين بيك بس يعني يمكن في الاستديوهات التحليليه والمباريات يعني طبعا تنورنا وتشرفنا. بس امر النادي الاهلي في اي حاجه طبعا. كابتن يعني مشوار كذا نادي ولعبت في كذا نادي سواء اهلي او تجربه للاسماعيلي ما كملتش او الملعب. اهلا بحضراتكم من جديد. وصلنا للفقره الحقيقه اللي احنا يعني بنحبها كلنا وهي فقره السحور. والحقيقه طبعا يعني بشكر الشيف محمد، يعني حاجه عظمه. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. طيب كابتن. طيب. كابتن هيثم بيحبك جدا واصر ان هو يجي هو المطبخ معاك. خلي بالك انا على السمع. انا ما دقتش لسه. انا اتفضل يا شيف محمد قول لنا كده برده مجهز لنا ايه، وبرده عشان كابتن محمد يبقى معانا يعني احنا هيشرفنا النهارده. عندنا سلطه بلدي، جبنه بالطماطم، عندنا الزبادي، عصير. انت مغير العصير؟ مغير العصير على قصدك بقى اللي موجود. هنرجع للعصير. عصير اليوم. طب احنا كل يوم بنغير يعني يوم كده ويوم كده. وعندنا ميكس تشيز، هنعمل اومليت بالجبنه والجرجير.
ما شاء الله ده جديده دي بقى. انت فتحت نفسنا جامد يا شيف محمد والحقيقه حاجه عظمه يعني. ولا شايف طعميه انا برضه. طب ايه اللي في الطواجن ده يا شيف محمد؟ ايه اللي في الطواجن ده؟ انا شايف حاجات متغطيه وبتاع. ده فول. فول بس ده هو ده فول بالطحينه وبتاع ولا في ده بيفرق عن ده؟ لا فول بالطحينه وعليه بصل وفلفل. ده زيت زيتون ولا ايه ولا بزيت زيتون؟ ده حاجه ده حاجه صحيه كمان. ده حضرتك حطيت لنا كمان فاكهه يا شيف محمد. طبعا فاكهه في السحور ده مهمه جدا. صحيح هو الطرش بس اللي كنت هشيله مش هحط طرشي. لا ما هو اللي عايز ياخد اللي عايز يعني عشان الاملاح وكده. كابتن هيثم اللي يشوف اصرار حضرتك بقى على فكره المطبخ دي يقول ان انت طباخ ماهر خالص يا راجل. والله العظيم خالص. يعني كل الاصرار ده يبقى تعلم بقى. ايوه اتعلم او اتفرج او ادوق. انما خد بالك بقى انا حريف طعميه مش هقول لك جرين برجر بقى زي ما بيتقال. وممكن اسالك سؤال برضه تعرف الطعميه دي بقى بالفول ولا بالحمص؟ لا بالفول. عملت طعميه قبل كده بالحمص؟ عملتها في السعوديه. شفت هناك هناك بياكلوها فعلا بالحمص. الشام كله بيعملها طعميه سوداء يعني. بس انا بصراحه جربت الاثنين بس بتاعتنا احنا لا يعلى عليها. لا بتاعتنا افضل. افضل من الحمص. اللي هي بالفول دي افضل من الحمص. عارف يا كابتن هيثم بتتعمل ازاي الطعميه؟ عارف يا كابتن محمد؟ لا انا ماليش في القصه دي خالص. انت اصلا يا كابتن يعني بتتسحر ولا يعني ما شاء الله شايفك سليم ما شاء الله محافظ على نفسك؟ خفيف خفيف. يعني السحور ده هيبقى كويس بالنسبه لك ولا؟ انا هنقنق كده معاكم. انا عموما طول عمري في موضوع الاكل ده اخر حاجه بفكر فيها. صحيح ما شاء الله ماليش طلبات على فكره في حتى في بيتي. ما اقولش بقى في رجاله مثلا تقول لي هتعملي ايه النهارده اعملي لنا. انا عمري في حياتي اللي موجود ماشي. انا مش منهم على فكره. لا بس على فكره حضرتك ما انت كنت في الملعب كده يعني لاعب ملوش طلبات. ايوه صح. ولاعب ما تحسش صحيح. بوجوده غير في 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 في, في الفنيات. صحيح يعني صحيح. مالكش حس يعني فوق طبيعي. هادي. هنا ده بقى هيجرونا للسؤال اللي احنا قلنا قبل الفاصل. يعني ممكن نتكلم فيه كده. فكرني احمد حاجات. تجربه بقى تجربه حصلت لك انت لو كانت اتكررت او لو كان رجع بيك الزمن ما كنتش حضرتك عملتها؟ طبعا هي اكيد يعني اهم تجربتين بس منهم تجربه مع النادي الاهلي وتجربه مع نادي المقاولين. تجربه النادي الاهلي لما مجموعه من اللعيبه انا من ضمنهم رحنا مع المدرب وسيبنا النادي الاهلي ويعني عشان نضغط يعني محاوله للضغط على النادي الاهلي ان يخلوا المدرب. هو كان كابتن جوهري طبعا قصه طبعا معروفه معروف. كنا مرتبطين بيه قوي وحوالي يمكن 14 لعيب او 16 لعيب. سيبنا النادي الاهلي واتمرنا في مكان اخر يعني وقعدنا في فندق في مصر الجديده على امل ان احنا لان كان داخل بطوله الكاس ومحاوله طبعا احنا كنا فاكرين طبعا احنا كلنا صغيرين وقتها فاكرين ان احنا بنضغط على النادي الاهلي. وطبعا عمر النادي الاهلي ما اتضغطش عليه يعني. خالص. وبعدين ده كان في وجود كمان الله يرحمه الكابتن صالح سليم كان كابتن حسن حمدي مدير كوره وكده. فكان الموضوع يعني صعب شويه. كانت تجربه انا انسقت فيها ولسه كنت وقتها صغير يعني. لكن بالتاكيد كابتن كنت في قمه سعادتك مع مجموعه اللاعبين بالانتصار اللي اتحقق في بطوله الكاس. مليون في المئه. انا عايز اقول لك طبعا عايز اقول لك ان النادي الاهلي طبعا يعني حل الموضوع بطريقه معينه وعشان يبعدنا احنا خالص طبعا عاش يعني عن الموضوع. قالها ان توقف شهر ورحنا طبعا سفريه كده في بلد في رومانيا على حدود روسيا عن هناك بعدونا تماما المنفى. وكابتن جوهري رجع لعب بقى بالولاد الصغيرين بقى حسام حسن والشله الصغيرين ماتش شهير طبعا لا يقف على احد. اتعلمت منه طبعا الموضوع دوت ان انا يعني اللعيب المقوله بتاع كابتن لطيف بتاع زمان اللعيب لعيب والحكم حكم والمدرب مدرب. انت لازم تكون انت ما بتنتميش لمدرب انت بتنتمي لنادي. صحيح. المدرب راح المدرب جه النادي هو اللي باقي هو الكيان. ودي قرارات لازم تلتزم بقرارات النادي ايا كان النادي يعني سواء بالك اما يكون قرار زي طالع من مجلس اداره النادي الاهلي وقتها وعلى راسه طبعا الله يرحمه كابتن صالح سليم. فالتجربه دي علمتني ان انا يعني يمكن انا دايما اقول لابني برضو اللي بيلعب كوره بقول له لا يعني اي قرارات سنتر باك تتاخد بالظبط طالع نفس التوفيق. هل جمعك يعني اجتماعات مع كابتن صالح سليم طبعا العظيم الراحل اكيد طبعا يعني تفتكر ايه في الماتشات اجتماعات قبل المباريات؟ هو كابتن صالح ما قل ودل ما بنتكلمش كتير يعني انا افتكر له بس يعني موقف واحد. كنا بنلعب مباراه في الكويت مع العرب الكويتي
وكان هو طالع رئيس بعثه، وقال لما كان يطلع يعني رئيس بعثه معانا. كان ده ماتش ودي ولا كان في بطوله عربيه؟ ماتش ودي في اعتزال احد نجوم الكويت يعني. احنا بيني وبينك بقى ماتش ودي ورايحين بقى والكويت وبتاع، فنزلنا على الاوبن بوفيه قبل الماتش، مش عايز اقول لك يعني نسف كسرنا الدنيا وكده. دي مقدمه للسحور الله يعني. بالظبط كده يعني. ونزلنا القصه دي جت على السحور. ونزلنا طبعا الماتش، مش عايز اقول لك الشوط الاولاني 3-0 صالح العربي. يا خبر ابيض. فاحنا دخلنا اوضه اللبس فشفنا الباب بيترزع. الباب اترزع ولقينا الكابتن صالح داخل اوضه اللبس. طبعا انت مجرد ما هتشوفه في العادي انت بتبقى مترتبك. فما بالك انت مغلوب 3. فاحنا طبعا كله قاعد عامل كده مستنيين كابتن صالح. بص يا كباتن، النادي الاهلي ما يتغلبش 3-0. انا عايز اشوف نتيجه غير النتيجه دي الشوط الثاني بس، هما كلمتين. الشوط الثاني 3-3 خضمنا. هو جالك بس خلي بالك السحور هيبقى يعني، ده ما شاء الله الشيف محمد عامله، لا هيبقى لطيف، مش هي مش هيتعبنا في حاجه. التجربه الثانيه جامده كده قبل ما نختم. ممكن في برضو تجربه مع المقاولين العرب، وكنا بنلعب فاكرها انا دي، فاكرها انت دي، بنلعب النادي الاهلي وكنا متقدمين 1-0 على النادي الاهلي، وحصل فاول من بره اعترضنا احنا عليه كلاعيبه المقاولين، تقريبا طاهر اللي جابه، طاهر ابو زيد اللي جاب الهدف ده. كره تانية ضربه جزاء برضو اعترضنا عليها، فجانا تعليمات طبعا من الاجهزه اللي بره او الجهاز اللي بره، ان انتوا بقى ايه يعني حاولوا ان انتوا كل واحد فيكم يعمل ان هو مصاب ويخرج، لان انت عارف ان في عدد معين بعدين المباراه عشان بعدين المباراه ده يعني احنا كده بنعبر عن استيائنا من التحكيم ومن الظلم اللي وقع علينا. فطبعا برضو انا موجود، بس انا في الموضوع ده كنت مظلوم شويه لان انا واحد من الفرقه، ودي تعليمات مدرب ما كانش ينفع. انا طبعا مش من اللعيبه اللي مثلت وعملت انها اتصابت وخرجت، بس اكتر من لعيب، وانا يعني ما قدرتش اتكلم مع اللعيبه واقول لهم يعني ما ينفعش. بس خلي بالك كابتن، انت حضرتك من الناس المحترمين جدا، وطبعا للاسف الوقت مر سريعا، وربنا يعني فعلا نورتنا وشرفتنا يا كابتن هيثم. انا سعيد طبعا لوجودي معاكم في امسيه رمضانيه جميله، اتمنى تتكرر قبل ما رمضان يخلص ان شاء الله وتتكرر بعد انتصارات للنادي الاهلي. اتمنى للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه المباريات المؤجله دي الله يكون في عونهم، طبعا ماتشين يعني كل يومين وبيلعبوا في الثالث، فربنا يسهل ان شاء الله ويكسبوا وتصدروا البطوله المحببه يعني ان شاء الله. كابتن هيثم، ننهي بقى الحلقه عشان الطعميه خلاص ريحتها دخلت. الحمد لله كنا في حلقه موفقه النهارده، ومعانا الكابتن محمد حشيش، حكى لنا حاجات كثيره جدا واجواء القمه. نتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم، نشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء والاهلي في رمضان. نشوفكم على خير، سلام.